أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رفع استقالته بشكل رسمي لمجلس النواب. لم يحدث أي تغيير في التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي المدن العراقية، إذا اعتبر المتظاهرون أن قرار رئيس الوزراء لا يلبي كافة مطالبهم وأنهم سيواصلون احتجاجهم حتى تحقيق باقي المطالب. استقالة عقبتها سلسلة استقالات أبرز من تقدم بها الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، بالإضافة لقائد شرطة ذي قار وفقا لما أفادت به وسائل أعلام عراقية. ويطالب شبانا عاطلون من خلال احتجاجات شهدت أحداثا دموية بإجراء تغيير شامل للنظام السياسي الحاكم في البلاد، محذرين من التفاف الفساد على مطالب المحتجين. وبعد إعلان عبد المهدي استقالته، لقي 5 متظاهرين في محافظة النجف جنوب البلاد مصرعهم على أيدي قوى الأمن، بينما أصيب العشرات في محافظة الناصرية، وذلك بحسب مصادر طبية. وتحت ضغط الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين، أعلن رئيس الوزراء العراقي نيته تقديم استقالته بشكل رسمي للبرلمان، وعلى الفور هتف محتجون فرحا بساحة التحرير في بغداد. عبد المهدي طالب البرلمان في بيان بإعادة النظر في خياراته والنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، مشددا على ضرورة تفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف. من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس في تصريح إن الأعداد المتزايدة للضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها، ونبهت المسؤولة الدولية إلى وجود من وصفتهم بالمندسين لأجل إخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها، وهو ما يضع البلاد في مسار وصفته بالخطير.